يواصل معرض أهلا مدارس تقديم كل احتياجات طلاب المدارس بأسعار مخفضة وجودة عالية، ويستمر المعرض حتى 10 سبتمبر الجاري في أرض المعارض بمدينة نصر بتخفيضات تصل لأكثر من 30%. المزيد مع الزميلة جيرمين إبراهيم مراسلة التلفزيون المصرية. تواجد داخل معرض أهلا مدارس والذي يقام بمقر أرض المعارض بمدينة نصر، يستمر هذا المعرض حتى 10 سبتمبر الجاري، ويستقبل المواطنين يوميا من الساعة 11 صباحا حتى الساعة 10 مساء. الملفت للنظر في المعرض هذا العام هو سيطرة المنتج المصنوع بأيدي مصرية على معظم المنتجات المتواجدة هنا بشكل كبير، فبنجد لافتات موزعة في أنحاء المعرض تحت شعار صنع في مصر بأيدي مصرية. يقام المعرض هذا العام بمشاركة ما يقارب من 200 عارض يشاركون في عرض عدد متنوع وكبير من المستلزمات والأدوات المدرسية والزي المدرسي، وأيضا هناك وجود للمواد الغذائية، كل هذا بأسعار مخفضة وبجودة عالية. الجديد في المعرض هذا العام هو أيضا وجود جناح خاص بعرض الأدوات الإلكترونية وأيضا الأجهزة الإلكترونية، ووجود عدد من العروض لشركات الإنترنت بأسعار مخفضة. يعني هو معرض يتواجد للتخفيف بالطبع على المواطنين وعلى عبء زيادة الأسعار، فهناك تخفيضات كبيرة بتتواجد بشكل كبير، تستطيع أن تواجه أي زيادة في الأسعار بتتواجد في أماكن أخرى خارج هذا المعرض. أيضا هناك اتخاذ لكافة الإجراءات الاحترازية، وأيضا زيادة لعدد المداخل وتباعد الممرات لمنع أي تكدس. بنشير أيضا أن المعرض يتواجد في مكان استراتيجي، فهو يتواجد في مدينة نصر بالقرب من معظم وسائل المواصلات، وأيضا على بعد خطوات من محطة مترو أرض المعارض. الدخول هو بشكل مجاني لكل الزائرين باستثناء يعني من يصطحب معه سيارة فبيقوم بدفع رسوم 20 جنيه للدخول، لكن يعني من يأتي بدون سيارة بيدخل بشكل مجاني تماما، يستطيع أن يتجول في أنحاء المعرض ومشاهدة كل المعروضات التي تتواجد وتعرض بأسعار مخفضة وبجودة عالية. بنعود إليكم مرة أخرى في الاستوديو.